إن هناك الكثير ممن يحمل أفكارا جيدة وسليمة، ولكن أسلوبهم في التعامل مع الآخرين لا ينسجم مع الناس، حيث يكون مصيرهم الفشل. إن دراسة التاريخ والتعرف على فلسفته تعيننا على كشف بعض الأسرار والغوامض الخافية علينا والمرتبطة بحياتنا المعاصرة. علة تمكن الإسلام من حل مشكلات البشرية هو كونه يؤمن بالعقل والنفس، ويرى الإنسان مركبا من الجسم والروح، ويعتقد بضرورات الدنيا وضرورات الآخرة.